بعد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بإلقاء خطاب حول برنامج عمل الحكومة يوم غد، يصوت مجلس النواب في جلسته الخامسة على تشكيل لجنة لدراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 والتي يترأسها أحد نائبي رئيس المجلس، كما يصوت المجلس على الطلبات المقدمة من النواب بتشكيل اللجان النوعية. لمزيد من التفاصيل حول هذه الجلسة الهامة وأهم ما سيدور فيها، معنا عبر الهاتف عضو مجلس النواب أحمد العامر. بعد التحية سعادة النائب، هل لك أن تطلعنا على أهم مجريات الجلسة التي ستعقد يوم غد، خصوصا وأنها سوف تتضمن التصويت على برنامج عمل الحكومة؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيد محمد. أول شيء أمسي عليكم بالخير، مشكورين على هذه الاستضافة. طبعا المحاور الأساسية لجلسة غد في مجلس البرلمان هي ثلاثة. أول محور هي طبعا يشرفنا طبعا حضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر لتقديم برنامج الحكومة. طبعا هذا من أهم الأهمية الكبرى، لأنه بيحدد مسار الحكومة أو الجهاز التنفيذي ككل للأربع سنوات القادمة. هذه طبعا احنا من دورنا طبعا بيكون كيف روحنا كيف نستخدم أدواتنا التشريعية والرقابية، وكيف احنا ممكن نساهم أيضا بمبدأ التعاون بين السلطات لتنمية مصادر الدولة أو أي مساهمة من جانبنا. هذا المحور الأولي. أما المحور الثاني طبعا سوف يكون هناك انتخابات حق اللجان الفرعية اللي هي لجنة الشباب والرياضة، لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني، لجنة المرأة والطفل، لجنة حقوق الإنسان. طبعا هناك أكثر من قائمة سوف يتم التصويت عليها، ويكون هناك تصويت آخر فرعي في كل لجنة بحيث نحدد الرئيس ونائب رئيس لكل لجنة فرعية. سيد سعادة نائب، هل سوف يعني يتم التصويت أو تشكيل لجنة تعنى بدراسة برنامج عمل الحكومة من قبل مجلس النواب؟ طبعا حدد قائمة أمانة سوف يتم التصويت عليها غدا. نعم، في قائمة سوف. هل هناك آلية محددة؟ عفوا، هل هناك آلية محددة لعمل هذه اللجنة؟ الآلية كانت من هيئة المكتب، تم تحديد النائب الثاني بالنسبة حق يكون كرئيس، وبالإضافة رئيس ونائب رئيس لكل لجنة دائمة. فهذه بيكون التصويت عليها غدا إن شاء الله في مجلس البرلمان. نعم، عضو مجلس النواب أحمد العامر، شكرا جزيلا لك.